السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. تغطيتنا اليوم عن تويوتا كامري اس اي الرياضية 4 سلندر 2023 وارد الوكيل. خلوا تعرف على أهم المواصفات وأهم المزايا، وقبل ما أبدأ بالتغطية أسعد أخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام على التيك توك، كلها موجودة تحت بالوصف تحت. عموما متابعيني الكرام تقدرون تزورون صفحتنا على موقع مستعمل فيها كل العروض للسيارات اللي موجودة حاليا، الرابط برضو موجود بالوصف أول رابط. يلا بسم الله نتعرف على السيارة الجميلة الاقتصادية العملية من تويوتا ذات الحجم المتوسط من السيدان. أبرز منافسين تويوتا كامري على المستوى الأول هوندا أكورد، نيسان ألتيما، مازدا 6، كسيارات يابانية، كسيارات كورية هيونداي سوناتا وكيا كي 5. التويوتا كامري تتربع صراحة على الأعلى مبيعا بالفئة والأكثر رغبة نظرا لكثير من الأشياء التي تتميز بهذه السيارة، منها ما شاء الله طبعا توفر مراكز صيانة الوكيل تقريبا يعني في كل منطقة تلقى لها مركز صيانة، ما شاء الله بالرياض يعني أو مدينة كبيرة زي الرياض أو جدة تلقى عدة مراكز تخدم السيارة، كذلك توفر قطع الغيار بجميع أشكالها، برضو سيارة ذات جودة عالية وبرضو صرفيتها بالوقود اقتصادية. فئة الاس اي الرياضية 4 سلندر طبعا فئة اللي يبغى يتميز كشكل رياضي لكن محرك عادي، 120,750 شامل الضريبة، نتكلم عن سعر اليوم اللي تم تسجيل فيديو فيه. طبعا تويوتا كامري تيجي بعدة محركات، عدة طرازات، عدة فئات، ما شاء الله تبارك الرحمن. فئة الاس اي تعتبر نوعا ما الاعلى بالاربع سلندر كمحرك 4 سلندر بالكامل وليس هجين، 2.5 2500 سي سي المحرك 4 سلندر 203 حصان، قرأ أوتوماتيك 8 سرعات، نظام الدفع فيها فهو أمامي. المواصفات الخارجية طبعا فتحة سقف، ما شاء الله الكامري في نوع يجي بدون فتحة، في شيء فتحة، في شيء بانوراما، فئة الاس اي كلها فتحة سقف بدون، طبعا ما تجي بانوراما اللي بسوقنا. صدام بالكامل رياضي مو كتات رياضية، لا صدام بالكامل تصميم رياضي. عندنا الشمعات فيها إضاءة LED نهارية، نور عالي واطي، عدسة LED، الإشارات هيلوجين، كشفات ضباب هيلوجينية، عفوا كشفات ضباب LED، وعندنا حساسات بزوايا الصدام، وزي ما ذكرنا الصدام بتصميم رياضي خاص بفئة الـ SE. طبعا فئة الـ SE تجي نوعين، نوع 4 سلندر وفي نوع ثاني أعلى منها يجي 6 سلندر، في اختلاف في المواصفات مو بس المحرك، لكن إن شاء الله ذيك إذا توفرت نصورها لكم بالكامل. طبعا هي موجودة صراحة لكن لازم نجيبها من المستودع عشان نغطيها لكم، فإن شاء الله مع الأيام القادمة نغطيها لكم على طول. جنطة 18 إنش، لاحظ اللون الأسود والكروم، فالجنطة مكحل، الكفرات بريجستون ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة لمقاس الكفر اللي هو وين عندنا مقاس الكفر 235 على 45، والنوع زي ما ذكرنا بريجستون. طبعا لاحظ اسم السيارة على الرفارف فقط على فئة الاس اي تجي الحركة هذه التطعيمة هذه، باقي الفئات تجي على الباب وفي شيء ستاندر ما يجي شيء. طبعا عندنا السمكة فيها بروز بحكم انها رياضية فيبر، طبعا اشارات بالمراية، المرايات راكبة على باب السيارة يسمونها وضعية العلم، اطارات النوافذ تجي كروم، العوارض باللون الاسود اللمع. ننتقل الى الخلف، كذلك نلاحظ ان الصدام الخلفي تصميم رياضي بالكامل ما شاء الله تبارك الرحمن، مختلف عن باقي الفئات بحكم انها 4 سلندر، فالشكمان يجي بجهة اليمين فقط، شكمان واحد بفتحتين، اذا كانت 6 سلندر يجي من الجهتين. طبعا محركات البنزين تجي بشكمان على اليمين، الهايبريد تجي شكمان على اليسار. عندنا هنا الجناح الخلفي وعدد 4 حساسات خلفيه، اضاءه اللوحه الخلفيه LED، اسم الفئه SE، هذه الشنطه، فرشه، بسم الله، هذا السبير نفس المقاس، وهنا العدة، وهنا الفرشة، وبرضو هذه فرشة حماية زيادة للفرشة اللي موجودة، فرشاتها أغراضها الأشياء اللي تجي من طبعا الوكيل. هذه السيارة من الخلف
صرفيتها بالوقود بتقييم ممتاز بلس 17 كيلو فاصلة 9 نوع البنزين 91. زي ما ذكرنا تويوتا كامري 2.5 اوتوماتيك دفع عام 2023. الآن ننتقل للمواصفات الداخلية. طبعا مفتاح السيارة ذكي للدخول الذكي. حاليا جميع دفعات تويوتا 2023 تجي مفتاح واحد في التويوتا كامري وبرضه باللكزس، يعني عدة سيارات مفتاح واحد فقط يسمونها 1K، بمجرد نلمس المقبض يفتح القفل. طبعا ايش السبب انه مفتاح واحد؟ عشان نقص اشباه الموصلات، الأزمة العالمية اللي صايرة. شوف السيارة من الداخل، خلينا نفتح المحرك. هذا هو المحرك 2.5 2500 سي سي 4 سلندر حدود 203 حصان تقريبا. تكلمنا السيارة دخول ذكي. المقاعد أطرافها جلد بالوسط قماش، على فكرة هذه الفئة الوحيدة تجي بالحركة هذه من أطراف جلد بالوسط قماش، يا تجي قماش كامل أو جلد كامل. فئة الـ SE 4 سلندر بالتحديد هي اللي تجي بالمراتب هذه. الـ SE 6 سلندر تجي جلد كامل. الفئات الأقل منها في مثلا الـ GLE العادية تجي قماش، الـ GLE X جلد، فمختلفة. هنا الصف الخلفي طبعا تكاية بحامل تكوى بعد 2، تكاية الرأس ثابتة، فتحات التكييف تابع المكيف الأمامي. عندنا مثبت مقاعد الأطفال، ولا ننسى عندنا هنا ستارة خلفية كهربائية، نور السقف LED زي ما نلاحظ. كذلك الـ SE تجي بلونين من الداخلية على الأربعة السندر، يا رصاصي زي هذا اللون يا أسود، بس الأكثر شهرة الرصاصي. فصراحة في الـ SE فيها بعض المواصفات اللي خاصة فيها، يعني ما هي موجودة في الفئة الثانية. الزجاج أوتو لمسة واحدة بالكامل، مراية تصفط كهربائيا، تراكشن، حساسات، فتح قفل الشنطة، فتح تنك الوقود، والستارة الخلفية زي ما ذكرنا كهربائية. عندنا هنا درس صغير، هذا هو دركسان السيارة مكسب الجلد. طبعا فيها مثبت سرعة، التحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية مع البلوتوث، والتحكم بعداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية. وضعية الأوتو لعصا الأنوار بحيث تقارن بالنهار تطفي بالليل تشتغل. وعندنا هنا عصا مساحات الزجاج. زي ما ذكرت لكم متابعيني الكرام، فئة الـ SE فيها بعض الأشياء المختصة في، يعني مميزة فيها، هي منها جير أوفون خلف المقود، تبدي بين سرعات الجير. تعرفون الجير 8 سرعات، فبدل ما نعشق كذا نقدر نتحكم فيها من خلف المقود. RPM حرارة، عدد رحلات وباللغة العربية. طبعا هذه الشاشة الصغيرة. وعندنا هنا السرعة مع طبعا تانكي الوقود. زر التشغيل الذكي، شاشة معلومات، طبعا شاشة معلومات تدعم بالكار بلاي، وفيها كاميرا خلفية. هذه هي طبعا تنزل ستارة تلقائيا. مكيف السيارة لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب زي ما نلاحظ. طيب الشاشة تدعم بالكار بلاي، وزي ما ذكرنا فيها كاميرا خلفية. عندنا هنا شاحن لاسلكي للجوال، وعندنا منفذ USB خاص بالنظام الصوتي مع وجود منفذ طاقة كلاسيكي. جير السيارة أوتوماتيك 8 سرعات، نقدر نتحكم ال8 سرعات عن طريق المقبض أو الأفون الموجود خلف المقود. طبعا أزرار درايف مود برضو بفئة الـ SE للسبورت موجودة، إيكو نورمال سبورت 3 وضعيات القيادة. لو رحنا فئة الـ GLE طبعا العادية، طبعا ما أتكلم، الهايبرد مختلفة شوي، الهايبرد فيها الأزرار هذه، لكن البنزين زي هذه السيارة فئة الـ GLE سواء إكس ولا العادية ما يجي فيها إيكو نورمال سبورت. طبعا عندنا نظام الأوتو هولد للجنط الكهربائي وحاملات الأكواب عدد 2. التكاب الوسط طبعا بلاستيك بس فيها طراوة مع وجود مساحة تخزين. سنتر لوك في باب الراكب، لاحظوا الإضاءات الأقدام باللون الأزرق جاية. وعندنا المراية الداخلية طبعا جاية تعتيم، نور السقف LED الأمامي والخلفي، وشماس السائق فيها مراية مع إنارة LED.
عشان ماستر راكب فيها مراية مع إنارة LED. لا ننسى الفورميكا اللي موجودة على الطبلون. هذه أبرز المواصفات اللي موجودة على تويوتا كامري فئة الاس اي الرياضية. طبعا الأمن والسلامة الموجودة على السيارة فهي فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية جانبية، وعدد 5 أحزمة أمان. الاس اي الرياضية اللي بياخذها وش تختلف عن الجي ال اي العادية أو جي ال اي اكس؟ فالكتات الرياضية مختلفة، كذلك طبعا شكل الشكمان الخلفي مختلف. لها الله، عندنا برضو تطعيمات الكروم اللي جاية على الرفارف، عندنا مستوى الداخلي، اللون الداخلي مختلف، كذلك شكل المقاعد ان هنا اطرافها جلد بالوسط قماش، ولا ننسى الجير الافون اللي موجود خلف المقود، وازرار درايف مود ايكو نورمال سبورت. هذه برضو تعتبر من الاختلافات اللي موجودة على فئة الاس اي الرياضية 4 سلندر. وش يميز تويوتا كامري؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، تتميز انها اكثر سيارة شعبية مرغوبة، متوفر قطع غيارها، نزل السوق للناس تشتريها. صراحة عن سعر قطع الغيار ما ادري هل هي الاغلى الارخص، لاني امانة متابعيني الكرام لا احد يسألني، انا انسان في السيارات الجديدة، يعني بس سيارات جديدة. لو مثلا عندي خبرة في السيارات المستعملة اروح اصلح، ممكن يكون عندي خلفية وش الارخص وش الاغلى، لكن اعذروني امانة لا افقه، بس اكيد دام السيارة بتكون مرغوبة لها كثير اشياء تخليها مرغوبة، يعني مثلا توفر قطع غيار الاصلي والتجاري، مثلا لا قدر الله انكسر عندك شيء اكسسوار، ممكن تلقى له تجاري بشكل فوري ما تتعذب فيه، تروح الوكالة ويضربك بذاك السعر، مع انه برضو سعرها يعتبر مقبول كقطع غيار جديدة واصلية. طولت عليكم، اتمنى ما اكون غثيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.